فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رفقة ذهبوا إلى الحج، رفقة ذهبوا إلى الحج وبعد انتهائهم من طواف الوداع ذهب بعضهم إلى العزيزية وانتظر أصحابه لكنهم تأخروا فبات في العزيزية، يقول هل يلزمه إعادة طواف الوداع؟ نعم، إذا بات ونام داخل مكة انتقل وداعه فيعيده، فإن لم يعده وسافر يكون عليه فدية. نعم.